المؤكد أنه دولة المكونات ما تستطيع أن تستمر وتقدم لنا نموذج يعني دائمي للتعايش، قد تحقق يعني قد تحقق حتى لنا حتى لو كل مكون ياخذ حقه التعايش المؤقت مثلا. دكتور ايوه خليني اكملك الفكره. خلينا نميز استاذ في السياسه المكون الاجتماعي والكتل السياسيه. ليس بالضروره ان المكونات الاجتماعيه كقواعد اجتماعيه حقوقها الاجتماعيه ترتبط بكتل سياسيه، ولكن من الممكن المكونات الاجتماعيه تعبر عنها بمشاريع سياسيه. بمعنى بالمشروع السياسي مثلا لدوله المواطنه، بمشروع سياسي الدوله المدنيه، بغض النظر عن من يطرح المشروع. اذا انت تقول بالدوله المدنيه انا ما يهمني من الذي سوف يتسنم منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه والوزراء والمدراء بعيدا عن استحقاق المحاصصه الحزبي المكوناتي. أنا يهمني المواطن يصوت لمشروع سياسي يقول أنا أريد العراق في 2003 دولة متقدمة. من اللي حققه وزير شيعي، وزير سني، كردي، عربي، هذا اللي نسميه دولة المواطن والمدنية. اللي دا يصير هي الأرجحية للمكون الاجتماعي، لما نتحدث عن مكون اجتماعي هي زعامات المكون. طيب. أكثر مما هي مكونات اجتماعية. لذلك خلينا نميز أستاذ عدنان، المكون الاجتماعي كواقع اجتماعي موجود في كل الدول، حتى الدول الديمقراطية المتقدمة. لكن التعبير السياسي عن مشروع سياسي هذا اللي نحتاجه. نعم المواطن الآن في النجفي، في الأنبار، في البصرة، في أربيل ما يفكر قليلا أو كثيرا في مواضيع مكونات اجتماعية، يفكر كيف نحقق التقدم للعراق عبر مشروع سياسي. لذلك لا أقول الفرصة سانحة بما يلي، بما أنه الدولة الحكومة تقول أنا ضمنت البرنامج مالتها موضوع الحوار، لابد وأقول بصراحة الإطار التنسيقي لوحده لا يمثل المكون الاجتماعي، وما اجيب لا سنه ولا شيعة. ارجوك دكتور السيد الحلبوسي. دكتور نعم، شنو منفعه التوازن؟ نعم. شنو منفعه ان يكون هناك توازن بهذا البلد شيعيا وسنيا وكرديا؟ عساهم ما توازنوا، شنو منفعه التوازن؟ فكره التوازن استاذ عدنان ترتبط بالمحاصصه المكوناتيه، وفكره التوازن اللي وجدت بوجود زعامات اثناء اجتماعاتهم مع بريمر اوجدوا فكره ما يلي، على انه احنا لا نريد اي شيء من سياسات النظام السابق. زين. انه هناك هيمنه واحاديه، اذا لابد ان نؤسس لمنطوق التوازن. اقول سعد عدنان التوازن لربما على قد 5 سنوات 10 سنوات تمام. حتى شنو الخوف المتبادل؟ يعني نأمن نوجد ضمانات. الآن الموضوع هذا تجاوزناه. طيب. التوازن الآن لابد أن يتحول إلى فكرة جديدة، معادلات جديدة ترتبط بالمشروع السياسي. طيب. مع الحفاظ على المكونات الاجتماعية باعتبارها مكونات اجتماعية. طيب كيف تفسر لي زعامة معتدلة عقلانية مثل زعامة السيد عمار الحكيم اللي وصفتها أنت قبل قليل، يرجع إلى قصة التوازن بعد 20 سنة من ممارسة التوازن؟ يعني السبب أنا يعني أحلل أستاذ عدنان وليست معلومة، أقول هو أكثر الشخصيات في الإطار التنسيقي فقاهة ولديه رؤية مستقبلية، ربما أقول من باب الحرص وليس من باب النقد للمستقبل، أتحدث بموضوعية مفرطة اللهم يعني شاهد. ثانيا فرصة التوازن بغياب السيد مقتدى، هو أتحدث بصراحة هناك أحادية وهيمنة، الأحادية والهيمنة لربما ليست فقط من الإطار التنسيقي. طيب. حتى في مؤسسات الدولة من يعادل